النجمة بتزور كوريا البعيد من هذا الأربعين مع زوجها النجمة خالد أرغنش وأصدقائها على إحدى شواطئ إسطنبول. احتفالا بعيد ميلاد النجمة برجزار كوريل الأربعين جمعنا لها أهم أعمالها وأهم اللقطات التي تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي. لقطات مضحكة لبرج زهر مع أبنائها. Orada. İsteyerek olmadı ama. Ceviz adam şip şap şop burnu uzun derlerinin kaşları keman der oray oray kan yine yon tin tan tin tan ceviz adam برج زهر تزوجت من النجم خالد أرغنش في 2009 وأنجبت منه 3 أبناء هم علي وهان وليلى. برج زهر كوريلا مسلسلات ويوك الحب ومسلسل أنت وطني والأبضاي وحريم السلطان وفيلم حب واحد وحياتان مع النجم أنجيل أيكيوريك. Şunu yapmaya çalışıyorum ve bir türlü buna izin vermedim. Suyumuz geldi.